دوزان آلة العود. شلون راح تعرف الدوزن والدوزان هو شنو؟ هو تضبيط الأوتار اللي يكون من خلالها الدوزان واضح، وضبط الوتر يكون واضح على النغمة لكل وتر. طبعا كل وتر من هذه الأسماء ملاحظة جدا مهمة. يعني مثلا احنا عندنا نلاحظ هذا صول، هذا الصول ما تقدر تعليه أكثر. يعني احنا من بالبداية تعرفنا على الأسماء، أسماء أوتار العود. هذه الأسماء مثلا هذا الوتر الأول صول، هذا صول، هذا صول ما تقدر تدوزن أكثر منه، لأنه احنا أساسا هو مصمم الوتر على قابلية الصول قرار. هذا واضح. إذن احنا راح نبدي بالدوزان، لكن قبلها أذكر أو أذكركم على الضبط ترتيب الأوتار اللي راح تكون حتى من خلالها أنت تعرف شلون الدوزان. احنا عندنا هذا الأسفل، الأسفل هذا وتر دو الجواب، دو الجواب، حتى من ينزل عندك الدوزان تذهب رأسا، تذهب رأسا إلى الأسفل، هذا الدو الجواب اللي هو الأخير، اللي هو الأخير. فأنت هسه حاليا عندك تقاسيم على سلم، سلم العجن. سلم العجن بعد ما أخذنا إحنا النقطة الحرفية اللي هي راح أقول هاني، تمام، النقطة الحرفية هاي مهمة جدا لك. لكن أنت مثلا هذا السلم العجن راح نقوله دو ري مي فا صول لا سي لا دو سي لا صول فا مي ري دو. هذا هو السلم العجن، يدور هو التقسيم كله من ضمن فلك الغام اللي موجودة السبعة أو الثمانية. بس شلون راح نصيغها من خلال عزفت يعني التمرين؟ يعني هسه راح نقوله نعزفه، بعدين نشوف راح اسمه بطريقه غير ادائيه، بس لازم بعدين راح اعلمكم شلون يصير الطريقه الادائيه، تمام، او راح اعلمك الطريقه الادائيه. فعندنا مثلا صول لا سي دو سي دو، صول لا سي دو سي دو، وتصير سبعة ثمانية وبقوة. اكو اداء لا يختلف، لكن المبتدئ نسوي له صول لا سي دو سي دو صول فا مي.